النهارده كان في حاله جدل على هدف النادي الاهلي، بنحب دايما ناخد الراي والراي الاخر. كابتن جهاد جريشه، مساء الخير يا كابتن. كابتن سيف، صباح الخير حضرتك وعلى كل المشاهدين. اخبار حضرتك يا كابتن، كله كويس؟ والله الحمد لله بفضل ونعم يا رب. هدف النادي الاهلي تحكيميا صح غلط؟ ضرب الجزاء، اللعبه من اولها في مشكله، القصه ايه؟ بص يا كابتن سيف، هنتكلم الخطا، في خطا قانوني موجود، خطا قانوني، الكلام كله على بروتوكول الفار، هل اخترق بروتوكول الفار او ما اخترقش بروتوكول الفار حكم الفار اللي كان موجود. تمام. الماده رقم 10 بروتوكول الفار بتقول في حاله ايقاف اللعبه او استئنافه، ايقاف اللعب واستئنافه، لا يمكن الحكم المراجعه الا في حالات معينه، طرد مباشر، باسك، سلوك ماشي، الحاجات دي كلها. احنا بنتكلم على اللي قبل اللعبه، وبالتالي زي هديك امثله، مثالين بسيطات جدا، لو كورنا، لو تم احتساب ركله ركنيه وهي كانت اوت، لا يمكن الرجوع ليها. لو تم احتساب فاول مش فاول ودخل جون، لا يمكن الرجوع ليها. لكن الماده دي لا تمنع المراجعه من بدايه اللعبه اللي هو بدايه الركله الحره. انا كابتن، وبالتالي بدايه الركله الحره لما الفار راجع اللعبه من البدايه، الركله الحره تم مراجعتها لانها بدايه الاي بي بي اللي هي بدايه بناء الهجمه لاحراز الهدف. معلش اللقطه دي تاني يا نصر، معلش اللقطه دي تاني. انت حضرتك قلت لا، انت حضرتك قلت تمنع ولا لا تمنع يا كابتن؟ لا تمنع ايه؟ انت حضرتك قلت لا تمنع الرجوع ليها؟ لا يا كابتن، الماده لا تمنع الرجوع للعبه دي. ليه؟ الماده بتقول يا كابتن في حاله استئناف اللعب، ايقاف اللعب واستئناف، ولا يمكن الرجوع، لا يمكن الرجوع لخطا قبل كده، قبل اللعبه ما تستنى، الا في حالات معينه. تمام. ده البروتوكول بيذكرها. تمام. تمام؟ زي الطرد المباشر، زي الباسك، زي السلوك الماشين، الحاجات دي لو حتى لو استئنفت اللعبه بترجع لها. تمام. يعني بقول لك على امثله ممكن ما ترجعش ليها، زي ايه؟ لو حسبت ركله حره مباشره. تمام. وتم احراز منها هدف، وركله حره مش مظبوطه، يعني خطا مش مظبوط، واحرزت منه هدف، لا يمكن ترجع لها. تمام. لو احتسبت ركله ركنيه والكره اصلا ركله مرمى، لا يمكن ترجع لها بعد احراز هدف منها. تمام. لا يمكن ترجع فيها. تمام. يبقى ده بنتكلم على الحاجه اللي قبل الفاول نفسه، اللي قبل الخطا نفسه. تمام. لكن في حاله استئناف اللعبه، دي عباره عن بدايه الاي بي بي، بدايه البناء الهجمه اللي احرز منها هدف. وبالتالي رجوع الفار للمراجعه من بدايه اللعبه، ده رجوع صحيح. تمام. وبالتالي الخطا اللي ارتكبه خطا قانوني، اللي ارتكبه لاعب النادي الاهلي بعدم الكره مش ثابته، الكره متحركه، رجوع ليه والغاء هدف ليه، ده قرار صحيح من الفار وقرار صحيح من حكم المباراه. يعني معنى كلام حضرتك ان اللقطه مالهاش دعوه من بدايتها، اللقطه ليها دعوه ان رامي ربيعه وهو ماسك الكوره ما ثبتهاش. بالظبط، هي دي البدايه، دي بدايه اللعبه اللي تتراجع. فالفار يمنعني ارجع لحاجه قبلها. لكن الفار رجعوا للعبه دي وشاف ان رامي ما ثبتش الكوره، فعشان كده الغى الهدف. بالظبط، خطا قانوني في عدم تثبيت الكوره، لان الكوره متحركه، وبالتالي ده خطا قانوني يعاقب عليه اللاعب. المفروض كان الحكم في الملعب يرجع اللعبه من بدايه ثانيه، هو ما رجعش فاخطا. والفار لما صحح ده تدخله صحيح، لان الناس اتكلمت على الماده رقم 10 تمنع تدخله. لا، الماده رقم 10 تمنع تدخله فيما سبق الفاول، لكن من بدايه الفاول ممكن تدخل فيه. اذا قرار الحكم صحيح، حكم صحيح، وتدخل الفار تدخل صحيح. تمام. هل في اي لقطه ثانيه يا كابتن اللقطه الثانيه كانت في الدقيقه 93، كان في لعبه يعني منتشره قوي، انا جبتها في الكوره بلس وحللتها، عن الاهلي عايز ركله جزاء من لمسه يد. طبعا الصوره مش موضحه، جت فيديو ولا ما جتش فيديو، انا في الكوره بلس كبرت الصوره وعملت لها زوم عشان اوصل الكوره راحت فين بالظبط. الكوره من محمد عبد المنعم لرجل اللاعب رقم 4 بتاع البنك الاهلي، ومن رجله للارض ما جتش فيديو نهائي، وبالتالي مفيش فيها ركله جزاء. قرار الحكم سليم، قرار الفار سليم، وبالتالي النهارده طعم التحكيم امين عمر ورفاقه عملوا مباراه جيده جدا. نشوف كده اللقطه وحضرتك معانا يا كابتن. تمام يا كابتن. في تشك انها جت في ايده كابتن سيف. لكن انا بقول لحضرتك، انا بطأت اللقطه وزومت عليها عشان اوصل للتفاصيل، تفاصيل. الكوره من رجل محمد عبد المنعم لرجل مدافع البنك الاهلي، اصطدمت في الارض ما جتش في ايده نهائي، وبالتالي مفيش فيها ركله جزاء. اذا الكوره دي برضو القرار هنا صحيح، قرار سليم، قرار اللعب استمر وقرار سليم. واللي انا النهارده بتاع التحكيم مش عليه كومنت خالص، زي حلم الاحوال في ممكن انذار نختلف مع بعض في انذار ما داوشي، لكن القرارات المؤثره في المباراه هم نجحوا فيها. تمام. بشكرك كابتن جهاد، شرف بوجود حضرتك دايما. شكرا كابتن.